في المباراة الأولى على الميلان، ثم بعد ذلك على اليونايتد قبل مباريات. انظر إلى المتعة، المتعة تبدأ مبكرا، القائم أولا وبعد ذلك هدف يتيم عن طريق مويس كين. هنا انطلاقة أولى، ضربة أولى، اليوفنتوس يعيد الذكريات مجددا. لا يمكن أن يتأخر، غياب الهداف لا يمكن أن يكون عذرا. هنا دائما يوجد شخص آخر يا كورتوا، كارلو أنشيلوتي يقف، لم نذكر التشكيلة بعد. مويس كين يقول اذكرني أولا، اذكرني أولا. اليوفنتوس يضرب، ماكيني في موطنا، مويس كين في منطقة أفكار، لكن شايف الآن لا الخطط لا عادت إلى توني كروس، بطيء توني كروس، سلام قطع الكرة، ولكن عادت ريال مدريد من جديد. كرة عرضية، الكرة عاتقة في الموسم المقبل بالتأكيد قيادة الفريق على أرضية الملعب، وأن يستعيدوا توازنهم في شوط. صارت إلى فيني يتقدم لو عدى يصنع الهدف الأول، والكرة تصل بعد ذلك إلى ويا، لكن مرحبا اليوفنتوس ومشجعيه ومدربة وإذا يبحث عن طريق كما فينكا يصوب، يا الله أقصى اليسار، كارسيا عرضية، فينيسيوس بينية لا تمر، قطع الكرة من دانيلو، سلام كيزا في مكان، كيزا قوية بيرسل الكرة، اليوفنتوس عرضية، الله ما أجمل التوقيع أولا في مرمى ريال مدريد يا ويام، يا لها من لقطة تدخلك إلى قلوب جماهير السيدة. هدف في مرمى كورتوا، اليوفنتوس يسجل أولا، تيموثي ويام إنه يسجل كما كان يفعل والدا الملك جورج. الله على كرة كانت أقصى اليسار، شوف العرضية، شوف المتابعة، شوف التوقيع، شوف أول أبطال أوروبا. لكن الكثير من اللقاءات، الكثير من الذكريات. إيقاف الكرة ثابتة، توني كروس بيرسل الكرة في اتجاه، وصلت إلى فاسكيز لإعادة الأخرى إلى بلينغهام، وقوف يا عيني يا بلينغهام يا ويا، حتى الآن عرضية لكن مسجل في الجهة اليمنى، الكرة تصل في مكان سليم، والمحاولة بعد العديد من الأهداف. توني كروس بيرسل الكرة في نص الملعب، كان التمريرة يا فيني، فيني يتقدم، الله هذا ما يجب أن يكون عليهم صاحب الرقم 7 وقائد المشروع. هدف يسجل بعد تمريرة وليس إنهاء، التمريرة الوحدة هدف والإنهاء هدف آخر. 2-1 سجل فينيسيوس بعد انطلاقه، لكن التمريرة سحر، التمريرة كلام كبير يا توني، يا توني شوف الدقة، شوف الألمان، شوف الكرة اللي راحت، شوف السرعة، شوف الإنهاء.